نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات الجميلة في هذه التحديات الرائعة، شوطا تلو الآخر ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام، وها هي انطلاقة شوطنا الثامن، شوط خاص بالثنايا الجعدان المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. شوطنا الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام من اعلنت انطلاقته منذ لحظات، وهو الشوط الخاص بالثنايا الجعدان المهجنات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ من اشواط التميز اشواط النخبه. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نسير بصداره هذا الشوط، نتابع البدايه، نتابع هناك متعب اللي انطلق بناموسي هذا الشوط منذ البدايه بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم واحمد بن سلطان بن رشيد. من يتابع انطلاقه متعب؟ ننطلق مع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني وارى المركز الثاني راهي بشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثاني ارى التسلل المتعب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد، متابعا لهذه الانطلاقه الجميله والرائعه، والذيب من الجانب الاخر، الذيب من يتسلل بدوره مع المركز الثاني التابع لهجن العاصفه يقود واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره، التحديات الجميله والرصاصي، الرصاصي على المقدمة على الصدارة، التحديات من الذيب مع المركز الثاني، وفي ثالث التحديات أرى هني متعب، أرى متعب مع المركز الثالث، ولكن الرصاصي غادر بناموسي هذا الشوط مع اللحظات، مع اللحظات الأخيرة، مع التحديات الجميلة. يا سلام يا سلام، الرصاصي واللحظات الأخيرة. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، والتهاني لسالم بخلفان بالشاوي الغفري في اللحظات الأخيرة، لحظات وصوله إلى خط النهاية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى على فوز الرصاصي بالمركز الأول، بينما اللي وصل في المركز الثاني الذيب التابع لهجن العاصفة، والمركز الثالث متعب لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. المركز الرابع يصل في نجد التابع لهجن العاصفة، والمركز الخامس الصفصوف كذلك لهجن العاصفة، وبقية المراكز نحيلهن لأعضاء خط النهاية. ولكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الرصاصي إلى خط النهاية.